في نقطة مهمة، حسين الشحات كنت رحت اتفقت خلاص، أنا شفته وعرضته ورحت اتفقت مع شرقية الدخان وكنت هجيبه ب 500,000 جنيه. 500,000 جنيه، ركز في الرقم. لا طب معلش أنا هقف عند دي، عشان هو أنت اللي عملت كده ولا وائل رياض؟ عشان أنا شفت في أحد البرامج هو بيقول أنا اللي عملت كده. لا الحقيقة فين؟ الحقيقة إنه كل الفيديوهات وكل المعروض بيجي صوب عندنا وبنعمل كوليكشن، وبعدين اقعد اعمل تشوزنج من الناس، وبعدين اعرضها على حسام. فحسام يقول لي ده اوكي جو هيد. فقال لي ده اوكي. انا يعني اما بقعد مع حسام بقعد بتكلم معاه مش كراجل بتاع تعاقدات. مانشيتو سال كده ليه؟ مانشيتو سال كده ليه؟ مانشيتو كان معانا. مانشيتو كان في اللجنه بتاعه اللجنه الفنيه. مش حضرتك كنت رئيسها؟ لا انا كنت رئيس، انا كنت مدير التعاقدات. اللجنه الفنيه بتشوف المعروض وتيجي تعرضه عليا انا. فهو لما عرضوا عليا انا اللي هروح اتفاوض، مش وائل. بتشوف يعني هو راح لوائل ووائل جابهولي. تمام. بتشوف اللي فيه لعيبه احترفت وكانت اقل منك فنيا واداء وجماهيريا واخدت سيت انت ما خدتهوش؟ لا بص يا شادي، انا مؤمن جدا بانه كل وقت وليه اذان وكل زمن وليه رجالته وليه الظروف المحيطه بيه اللي بيها زي ما كان ناس قبلية. انت بزمنك اخدت اللي كان المفروض تاخده؟ الحمد لله. مش عارف، حاسس ان انت بترضي الناس كلها بس من جواك انا حافظك شويتين من جواك. ايه عدي السؤال ده، فاهم ايه اللي عدي السؤال ده؟ صح. لا انا شايف ان الميديا ما ادونيش حقي شويه، لان انا من الناس اللي كانت بمشي ستريت، ما عنديش صداقات فيها. طيب كابتن مجدي، قلت لي انا بقالي وقت كبير جدا بدرب وبنزل اموت نفسي تحت واكتشف لعيبه وبتاع، مع ان السي في بتاعك كمحترف بره قبل ما تلعب بقى كوره وكده، السي في بتاعك في اليونان حدث ولا حرج على الباوكو اللي انت عملته، في بلغاريا نفس الموضوع، على مستوى لعبت كاس عالم، ده اللي لعبوا كاس عالم يتعدوا على صوابع الايد. عملت كل حاجه والنهارده ما نشوفكش ماسك في المنتخبات خالص، واسم مجدي طلبة لم يطرح. مش عارف ده رزق بقى، مش عارف. والله ما عارف يا شادي، يعني الحقيقه دي حاجه من الحاجات اللي مزعلاني جدا جدا، لان حتى الفرصه اللي انا اشتغلت فيها في منتخب مصر كان 2007 مع نيلو فينجادا اللي هو مدير الفني لحد دلوقتي، كنا ماسكين المنتخب الاولمبي. احنا اتظلمنا كتير جدا لان احنا مسكنا الفرقه قبل التصفيات او قبل المباريات.